حياكم الله مشاهدينا الكرام في المساء، وهذه العناوين. عقب تعيين جونسون رئيسا للحكومة البريطانية، طهران تحذر لندن من مغبة تشكيل قوة حماية دولية في هرمز وسط تواجد إيراني رسمي في باريس وعراقي في طهران لبحث سبل حل الأزمة الأمريكية الإيرانية. أنباء وحلحلة تلوح بأفق أزمة النقاصة الفلسطينية، دفع إسرائيلي لتمرير الأموال التي سببت أزمة مالية تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية من مغبة تحرك حماس بإعاز إيراني في الضفة الغربية. بظلاله ألقى التوتر الإيراني البريطاني على تعيين رئيس الحكومة الجديد بوريس جونسون، والذي يتولى مهامه في خضم أزمة مع طهران بدأت باحتجاز لندن ناقلة إيرانية، ولن ينتهي الأمر باحتجاز طهران للناقلة البريطانية. تعيين رحب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والذي حذره أيضا من مغبة تشكيل قوة حماية دولية في مضيق هرمز. التوتر في هرمز يتزامن مع تواجد نائب الرئيس الإيراني في باريس لينقل رسالة روحاني لماكرون. وفي السياق ذاته، رئيس الوزراء العراقي يحاول أن يستضيف مؤتمرا دوليا في بغداد، محاولات تنتظر اجتماعا لوزراء الخارجية الموقعين على الاتفاق النووي في فيينا لبحث ما يمكن الإبقاء عليه من الاتفاق الموقع. تراوح الأزمة الإيرانية مكانها متقلبة على نار هادئة، فيما تنقسم الأطراف الدولية ما بين من يحاول إخماد هذه النيران ومن يسكب الوقود عليها بحسب ما يرى مراقبون. بعد يوم من إعلان المملكة المتحدة عزمها تشكيل تحالف بحري دولي في مياه الخليج، وفيما توج بوريس جونسون رئيسا جديدا لحكومتها، هنأت إيران جونسون على فوزه في الانتخابات، مؤكدة أنها لا تريد مع بلاده سوى علاقة طيبة مبنية على الاحترام المتبادل. في نفس الوقت اتهمت طهران لندن بتنفيذ سياسات الولايات المتحدة. كان واضحا منذ البداية أن المملكة المتحدة تقوم بواجبات إدارة ترامب، وهي ليست المرة الأولى. فمنذ أن انتخب ترامب منعت المملكة المتحدة تطبيق اتفاقيات أبرمناها معا. منسوب التوتر في مياه الخليج ازداد في أعقاب احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا هناك، ويلمس هذا من خلال تكثيف التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة بحرا وبرا، فيما دعت دول خاصة تلك المناوئة لإيران كإسرائيل إلى شن المزيد من الضغوط على طهران. أعتقد أن علينا عدم السماح لإيران بإعاقة الإمداد النفطي في المياه الدولية، ومرة أخرى أقول أن المطلب الأول يتمثل في شن المزيد من الضغوطات على إيران. عجلة التهديئ تسير جنبا إلى جنب مع عجلة التوتير، إذ طالبت جهات دولية عدة إلى ضبط النفس كالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ستنعقد جلسة يوم الأحد القادم ضمن المحاولات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. هذا ويوصل مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة من رئيسه حسن روحاني إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم دون الإفصاح عن فحواها، ما يعيد إلى الأذهان المساعي الدولية لعقد مفاوضات وراء الكواليس بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الأزمة. حول ذلك انضم إلينا عبر استديوهاتنا من باريس سيد يونس بالفلاح، أستاذ العلاقات الدولية وأيضا الاقتصاد السياسي. مرحبا بك سيد يونس. ينضم إلينا عبر استديوهاتنا من واشنطن دكتور حسن هاشميان خبير الشؤون الإيرانية. مرحبا دكتور حسن. وعبر خدمة سكايب من عمان ينضم إلينا دكتور غازي فيصل خبير العلاقات الدولية والتنمية السياسية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك سيد يونس من باريس، في خضم هذا التوتر ما بين بريطانيا وأيضا إيران، تعيين رئيس حكومة جديد بريطاني، إلى أي مدى يمكن القول بأن هذا التعيين سيصب في مصلحة حلحلة هذه الأزمة البريطانية الإيرانية، خصوصا عقب احتجاز ناقلتي النفط المشتركتين للطرفين؟ تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام. أظن أنه اليوم هذا القرار أو تعيين رئيس وزراء في بريطانيا ليس بالأمر الكبير فيما يخص الأزمة الإيرانية، بحكم أنه بريطانيا ليست لديها هامش مناورة كبير في هذا الملف. العقدة الحقيقية هي عند الولايات المتحدة الأمريكية وعند الجانب الإيراني بالذات، ويجب معالجتها من خلال التعاطي مع الملف الإيراني. اليوم حتى الأوروبيين أنا أظن أنهم أصبحوا يدركون تماما على
على أن الجانب الإيراني لا يريد أن يمضي قدما في مسألة السلام أو فيما نراه يعني من مفاوضات أو في التخلي عن السلاح النووي وعن التمدد في المنطقة العربية، ويظل دائما يعني الصراع يعني محتدما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني في خصوص نقط رئيسية. أولا هي متعلقة بأمن الخليج وإسرائيل، النقطة الثانية المتعلقة بالاتفاق النووي بالملف النووي عامة، والنقطة الثالثة هي مسألة التمدد الإيراني في المناطق الشرق الأوسط يعني وخلق يعني نزاعات وصراعات داخل هذه المناطق. طالما لم يكن هناك حلحلة بخصوص هذه الثلاث نقط الرئيسية فأي تغيير يعني على مستوى القيادات السياسية في أوروبا ليس بشيء كبير. صحيح أن كان لأوروبا دور كبير في هذا الاتفاق النووي واعتبر آنذاك أنه إنجازا دبلوماسيا أوروبيا بامتياز، لكن اليوم حتى الأوروبيين نفسهم يدركون تماما على أن العقدة الحقيقية موجودة عند النظام الإيراني الذي لحد الساعة لم يتعاطى بشكل إيجابي مع كل ما يتم طرحه من مبادرات، وفي ظل هذا التطرف إن صح التعبير يبقى دائما الصراع محتدما وتظل كل السيناريوهات مفتوحة بما فيها السيناريو العسكري. نعم، أنتقل إليك دكتور غازي فيصل من عمان. نشاهد تصريحات واضحة من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف عندما هنأ جونسون بتوليه مهام رئاسة الحكومة، قال بشكل واضح وحذر بريطانيا من مغبة تشكيل قوة دولية سواء أوروبية أو حتى بتعاون أمريكي في مضيق هرمز، وأكدوا أن إيران هي من تحاول حماية هذا المضيق. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات في خضم ما يجري على أرض الواقع، كما ذكرنا احتجاز ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز الناقلة الإيرانية؟ نعم أكيد تصريحات وزير الخارجية الإيرانية غير واقعية إطلاقا. أمس في مجلس العموم البريطاني وزير الخارجية عبر عن دبلوماسية بريطانيا نحو تشكيل قوة أوروبية، واستجابت لهذا الموقف فرنسا والدول الأوروبية عموما. مضيق هرمز يعتبر من أعالي البحار، من المناطق التي تخضع لمنطوق القانون الدولي، لا يحق لإيران أن تتصرف وكأن مضيق هرمز خاضع للسيادة الإيرانية. وبالتالي هذه النصيحة أو هذه الضغوط اللي حاول أن يقدمها ظريف لرئيس الوزراء الجديد أعتبرها غير معقولة على الإطلاق. اليوم المجتمع الدولي أمام أزمة، أكثر من 17 مليون ونص برميل يوميا يخرج من خلال مضيق هرمز، أكثر من 20% من التجارة الدولية اللي تخص الحديد الإسمنت الغذاء إلى آخره تمر من هذا الممر الدولي المهم. هذا الممر أيضا مهم لدول آسيوية كالصين والهند وغيرها من الدول الآسيوية. الموضوع دولي أكثر مما هو يعبر عن وجهة نظر أو مصالح إيرانية ضيقة بامتياز. أعتقد على إيران أن تدرك أن عليها التفاعل مع المجتمع الدولي والقانون الدولي، احترام القانون الدولي، احترام ميثاق الأمم المتحدة، احترام القانون الدولي للبحار، احترام سيادة دول الجوار. إيران تقصف بالعراق، إيران تعتدي على السفن في المياه في أعالي البحار في الخليج، هي مارسة القرصنة بامتياز تجاه حاملة أو ناقلة النفط البريطانية التي ترفع العلم البريطاني. أعتقد لحد الآن إيران تتصرف بنرجسية وتعتقد أنها قوة إقليمية كونية وعلى العالم أن يخضع لشروطها. هذه هي مشكلة إيران. طب سأعود إليك دكتور غازي، أنتقل إلى دكتور حسن هاشميان من واشنطن. فيما يتعلق بكل المحاولات الأمريكية وحتى البريطانية لتشكيل قوة مشتركة أوروبية وحتى أمريكية، وكان هناك مبادرة خليجية أمريكية للخليج فيما يتعلق بتشكيل هذه القوة، إلى أي مدى يمكن أن تتوصل الأطراف إلى تشكيل قوة حماية دولية، وإلى أي مدى يمكن تطبيق هذه الحماية على أرض الواقع في إطار ما يجري في مضيق هرمز، الأحداث لو الأحداث خلال الأشهر الماضية من استهداف ناقلات الفجيرة وصولا إلى احتجاز السفينة البريطانية وأيضا الإيرانية؟ أنا أعتقد أن هناك إرادة قوية لتشكيل هذا التحالف، وهناك كانت أفكار مطروحة ومؤتمرات، ولكن الآن في هذه الظروف وبعد
الهجوم الإيراني على الناقلة البريطانية وأيضا الهجمات السابقة والابتزازات السابقة، أنا أعتقد أن في هذه الظروف الولايات المتحدة والدول التي تريد تتعاون مع الولايات المتحدة ستسرع في هذه القضية إذا مثلا هناك كان خطة أو برنامج تأتي في أكتوبر القادم أو بعد أكتوبر القادم. أنا أعتقد أن الآن كل المجموعات تريد أن تسرع بهذه القوات وتشكل هذه القوات على أسرع حالة ممكنة، وعلى الرغم أن بريطانيا سابقا كانت تعارض الدخول في هذا التحالف. نعم. حتى عندما كان جيرمي هانت يتحدث عن موضوع النقل النفطية لبريطانيا ليس لديه أي نية أو بريطانيا لديها أي نية دخول في هذا التحالف، وبريطانيين كانوا يفضلون موضوع التعاون الأوروبي والدخول في تحالف أوروبي من أجل أمن وسلامة الملاحة الدولية. ولكن باعتقادي بعد التغيير الذي حصل في بريطانيا ومجيء بوريس جانسون لرئيس الوزراء، أعتقد ربما هناك سنشهد تنسيق أكثر بين الولايات المتحدة وبين بريطانيا. أيضا اليابان حتى الآن لا تريد تشارك في هذا الائتلاف ولديها مشاكل خاصة في هذا الموضوع، ولكن بالنهاية هناك أكثر من 65 دولة تريد أن تدخل في هذا التحالف وتدافع عن مصالحها في منطقة الخليج. لذلك أنا أعتقد أن لا يوجد هناك مانع أساسي في تشكيل هذا التحالف وسرعة تشكيل هذا التحالف. طيب أنتقل من جديد للسيد يونس من باريس. مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي متواجد في باريس، قيل أنه يحمل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ما الذي يمكن أن يحمله عراقجي في هذا السياق؟ هي دلالة هذه الرسالة مرتبطة يعني بالنسبة لي أنا بنقطتين أساسيتين، هي استمرار المماطلات الإيرانية في عملية التفاوض مع الجانب الإيراني، وكذلك في عملية يعني يمكن وصفها بعملية التطرف التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل من حيث التصعيد في اللهجة الإعلامية وربما حتى في اللهجة السياسية. يعني كل الأصوات ربما على اختلاف تصريحاتها القادمة من إيران سواء على مستوى الحرس الثوري أو على مستوى الرئاسة تتقاطع في هاتين النقطتين الأساسيتين، هي فكرة أنه التصعيد تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك المماطلة في مواجهة الجانب الأوروبي. أنا أظن أن كل هذه الاجتماعات هي يعني صراحة هي ليس لها أي داعي إذا لم يتم إشراك فاعلين أساسيين هما من يقفا وراء إيران، الجانب الروسي بدرجة كبيرة بحكم أنه هو الذراع السياسي لإيران على مستوى السياسة الدولية وعلى مستوى الجيوسياسي، وكذلك الجانب الصيني يعتبر هو الذراع الاقتصادي. اليوم من يساعد إيران في مواجهة هذه العقوبات هي الصين، كل الأموال وكل الأرصدة اللي تابعة للحرس الثوري أو تابعة للقيادات الإيرانية هي موجودة في الصين. لذلك إذا كانت عملية التفاوض يجب أن تشمل بشكل كبير وأن تشمل بشكل مباشر الجانب الروسي والصيني على عملية اتفاق مبدئي يخص كل الشرق الأوسط، يحد من هذا النفوذ الإيراني ويذهب باتجاه تغيير سلوك السياسي لإيران. هذه هي النقطة الرئيسية التي يجب معالجتها. أما الجانب الأوروبي قد أثبت فشله وإخفاقه منذ الاتفاق النووي الذي لا يرضي جيران إيران إن صح التعبير، وكذلك مؤخرا بحكم أنه أصبح فاشلا في مواجهة هذا التباعد على الأقل النظري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طهران. نعم دكتور غازي أنتقل إليك من جديد. أيضا السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي متواجد في طهران في خضم زيارة تتعلق بهذه الأزمة الأمريكية الإيرانية، وكان هناك دعوات لأن تقيم بغداد مؤتمرا دوليا. إلى أي مدى يمكن القول بأن العراق ستلعب دورا مهما في هذا الملف وستساعد الأطراف في جسر الهوة فيما يتعلق بهذه الأزمة المتطورة بين الطرفين؟ يعني عموما الجهود الدبلوماسية العراقية للتهدئة بين واشنطن وطهران أعتقد ستكون محدودة النتائج. نعم. لأن الملف الأزمة واضح، على إيران أن تقدم تنازلات اللي تتعلق بالملف النووي، عسكرت هذا الملف، موضوع الصواريخ البالستية، موضوع التدخل في الشؤون السيادية للدول، موضوع الميليشيات، موضوع الانتهاكات الخطيرة للميثاق كما أشرنا.
أيضا إيران تعلن صراحة أن تأسيس دولة كونية لولاية الفقيه. إذا هل إيران مستعدة للذهاب إلى طاولة المفاوضات مع الدول الإقليمية السعودية ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط للتفاهم حول تقديم تنازلات جدية لضمان الأمن والسلم والاستقرار أم لا؟ أعتقد أن إيران لن تقدم هذه التنازلات، لأن خطاب السيد خامنئي وخطاب القيادة الإيرانية وروحاني وظريف والتمسك بهذه الشروط الإيرانية أو التمسك بالمواقف الإيرانية التي تعتبرها جزء من حقوقها السيادية. نعم حقوقها السيادية، لكن اليوم إيران تعتدي على أو تعرض أمن المنطقة واستقرارها إلى مخاطر كبيرة، إلى الحروب، إلى الحروب. نعم ما يحصل في لبنان كارثة، ما حصل في سوريا كارثة، ما حصل في العراق من دمار وقتل وموت بسبب سياسات إيران وحلفائها كارثة. إذا على إيران أما التخلي أولا عن هذه السياسات التدميرية العسكرية العدوانية للتمدد في المنطقة ضمن إطار مشروعها الإمبراطوري الكوني، أو إذا عندما تتخلى فعلا عليها الذهاب إلى المفاوضات إلى مؤتمر إقليمي لكي تتحول إلى دولة طبيعية كما يقول السيد ترامب، دولة تنسجم مع النظام الدولي مع النظام الإقليمي، تحترم سيادة الدول الأخرى، تحترم سياسات السلام والأمن والاستقرار، تعمل على التعاون في هذا المجال. لكن مع الأسف إيران لا نستمع لها إلا. طيب دكتور غازي، ذكرت اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبهذه النقطة دعني أنتقل إلى السيد هاشميان من جديد. ماذا إن استمرت طهران في سياستها في المنطقة؟ ما الذي يمكن أن تفعله أو تقدم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف في ظل هذا التصعيد الذي شاهدناه في مضيق هرمز؟ هل يمكن تعويل فحسب على العقوبات الاقتصادية التي قادها الرئيس الأمريكي ولا زال يعول عليها في نهاية الأمر، ولكنها لم تخرج بنتائج حقيقية على أرض الواقع؟ أنا أعتقد هناك نتائج حقيقية لوضع العقوبات على النظام الإيراني. يعني كل هذه الأفعال الابتزازية والتحركات الإيرانية وغرصنة البحرية التي نشهدها، هذا كلها صراخ من الوجع المتعلق بالعقوبات الأمريكية. النظام الإيراني يريد يخرج من تحت الضغوط العقوبات. الآن رأس الولي الفقيه تحت المقصلة من خلال العقوبات الأمريكية. الوضع الاقتصادي متردي، هناك يعني نتائج كارثية، خاصة لو نظرنا إلى الأعداد التي يتم إعلانها من قبل المؤسسات التابعة للحكومة. نعم. من مركز الإحصاء الإيراني، من مركز الدراسات في مجلس الشورى وما يسمونه بمجلس الشورى، هناك إحصائيات جدا كارثية. مثلا 73 مليون إيراني الآن تحت خط الفقر، هناك تضخم عجيب غريب حدث في إيران، هناك تراجع قوة شرائية، هناك ازدياد في الجريمة، في الطلاق، في مشاكل. طب ما الذي تنتظره بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية دكتور حسن في هذا السياق؟ شاهدنا كما ذكرنا عقوبات واضحة وعقوبات قاسية أيضا على النظام الإيراني، ولكن ما المنتظر من قبل إيران عندما تتمسك الأخيرة بكل ما تقوم به؟ وحتى شاهدنا تصريحات على مستوى جميع القادة الإيرانيين، رفض تام للشروط الأمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات ورفض التخلي عن الاتفاق النووي على الرغم من بداية الانسحاب التدريجي منه. يعني النظام الإيراني لا يستطيع يستمر لفترة طويلة بهذه الطريقة من الابتزازات والاعتداءات والغرصنة البحرية. هذه لفترة قصيرة، هذه تكتيكات جديدة لفترة قصيرة، وهم نفسهم يعرفون أن هذه الوسائل لا توصلهم للمطلوب الذي يردونه. لذلك أنا أعتقد هم يريدون من خلال هذه التحركات يدخلوا في مفاوضات، والآن لديهم آمال. مثلا هناك تحرك أو هناك وساطات عمانية، وساطة فرنسية، أيضا وساطة في داخل الولايات المتحدة من قبل السيد راند بول، هم يريدون أن يغلق
يقلبوا الطاولة الموضوعة الآن في موضوع العقوبات، يردون شيء من الامتيازات أو النقاط تعطيهم الولايات المتحدة من خلال التراجع في موضوع العقوبات. لذلك كل هذه المناورات هي مؤقتة، كل هذه الابتزازات هي مؤقتة. لا يمكن للنظام الإيراني أن يستمر مثلا 6 أشهر من خلال هذه الوسائل. هم يعرفون جيدا أن بعد 6 أشهر كيف سيكون اقتصادهم ومجتمعهم، وهناك ربما سنشهد انهدام وانهيار تام، انهدام اجتماعي وثم يأتي الانهدام السياسي. لذلك هم يعرفون جيدا أن هذه الوسائل ستكون مؤقتة، ولكن بتقديري أنا الرئيس ترامب يعرف تأثير هذه العقوبات، ولا أعتقد أن هناك نشهد تراجع أمريكي إلا بعد أن إيران ترفع راية البيضاء وتتراجع عن مطالبها وتتراجع عن سياساتها المزعزعة للمنطقة وأيضا المهدمة لاستقرار المنطقة بشكل كامل. نعم سيد بلفلاح، أنتقل إليك من جديد. اجتماع وزراء خارجية الدول الموقع على اتفاق النووي في فيينا الأسبوع القادم بدايته بدون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ما النتائج المتوقعة من لقاء كهذا في خضم هذه الأزمة، في خضم استمرار إيران بانسحابها التدريجي من تفاصيل وبنود الاتفاق النووي، وكان آخرها زيادة نسب تخصيب اليورانيوم؟ لا يبدو أننا سوف نرى يعني نتائج دبلوماسية كبيرة أو إنجاز دبلوماسي كبير. ما يحدث حاليا هي محاولات للتهدئة، هي محاولات لتسكين الأوضاع، هي محاولات لتفادي السيناريو العسكري حتى نكون يعني أكثر دقة. هي نوع من المماطلة الملعوبة من جانب الجانب الإيراني والجانب الأوروبي، فيها جانب تفاوضي على ما يخص المسائل الاقتصادية، خاصة على أن فعلا هناك تأثير كبير للعقوبات الاقتصادية على 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 إيران في معدلات التضخم وفي البطالة وكذلك في قدرتها على استقبال الاستثمارات. الجانب الأوروبي أبدى ربما نية حسنة عندما أنشأ آلية التعامل المالي مع إيران، لكن كل هذا يجعل اليوم الأمر يعني الاقتصادي هو حاضر بقوة، أنه حتى أكبر الشركات الأوروبية من توتال وسيمنز ومرسيدس ورونو وغيرها من الشركات يعني قررت الخروج من السوق الإيراني، لأنه هو فعلا سوق خطر، سوق خطر من حيث الجانب السياسي والجيوسياسي وكذلك من عدم قدرته على التعامل مع هذه كبرى الشركات. هي بؤرة توتر حقيقية. يبدو أن اليوم يعني هذا ما لا يتم أخذه بعين الاعتبار على المستوى السياسي، أن هناك جيل جديد في إيران يتطلع إلى الحرية، يتطلع إلى المزيد من الانفتاح، إلى المزيد من التكنولوجيا، إلى التعاطي مع الجوانب الاقتصادية، ولا أن تذهب ثروة بلاده باتجاه تمويل الإرهاب وباتجاه تمويل بعض الجماعات الإرهابية في دول الجوار كحزب الله في لبنان والحوثي في اليمن وغيرهم من الجماعات. اليوم الجانب الأوروبي يحاول فقط، إذا أردنا تحليل الأوضاع، الجانب الأوروبي يحاول فقط أن يكون له دور داخل هذه الساحة. أنا أعتبره أنه ربما يمكن وصفه بأنه دبلوماسية رديفة، يعني دبلوماسية مكملة للولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بمنطق الهارد باور، فإن الجانب الأوروبي يحاول أن يعمل بمنطق soft power وبمنطق القوة الناعمة في إجراء تفاوض مع الجانب الإيراني أو يمهد لهذا التفاوض، بالإضافة لبعض فرق الآخرين يعني كحالة مثلا سلطنة عمان في الجانب الخليجي. لكن هذا لا يبدو أنه يؤدي إلى نتائج حقيقية. كل السيناريوهات تظل مفتوحة بما فيها الخيار العسكري، لأنه لحد ساعة الجانب الإيراني لم يقدم أي تنازل في خضم هذه الصراع، على الرغم من أن ربما يمكن هذه النقطة هي جد مهمة. تظل دائما الدبلوماسية الإيرانية متميزة بفكرة أنها تجمع بين الفكر التقليدي أو الفكر الراديكالي مع السلوك البراغماتي. هي تنتظر المزيد من المميزات، المزيد من التحفيزات المالية والاستثمارية والاقتصادية من الجانب الأوروبي حتى يمكنها أن تتفاوض على مسألة النووي. طيب، على مسألة النفوذ، الأمر الذي لا يبدو لحد الساعة حاضرا. طيب أنتقل لدكتور غازي بهذه النقطة. سيد بلفلاح ذكر قضية سلطنة عمان أيضا في إطار هذه المحاولات. دكتور غازي، أنت قلت بأن كل هذه المحاولات قد تكون في إطار نتائج محدودة إن صح التعبير، لماذا نستبعد أن تقوم عمان أيضا في هذا التوقيت بلعب دور وساطة كما فعلت في عام 2015 في الاتفاق النووي الموقع، وهناك زيارة مرتقبة لوزير خارجية عمان يوسف بن علوي إلى طهران من جديد يوم السبت القادم؟
نعم، جهود عمان أكيد متميزة على الصعيد الدبلوماسي، هي لاعب مهم بين القوى المختلفة والدول المختلفة في الأزمة، لها دور على صعيد التأثير. ولكن لماذا نستبعد دكتور غازي نتائج الملموسة في هذا الملف؟ لأن الاستراتيجية الإيرانية استراتيجية لحد الآن متشددة. الاستراتيجية الإيرانية لا تسمح بالذهاب إلى تفاوض، هي ترفض التفاوض أصلا، ترفض الذهاب إلى طاولة المفاوضات، ترفض تعديل سلوكها. هناك احتجاجات دولية، هناك رؤية دولية لانتهاكات خطيرة للاستراتيجية الإيرانية للأمن الأقليمي والأمن الدولي. الإيران اليوم هي الراعي رقم واحد للإرهاب في العالم. إذا على إيران إذا يعني تعبر عن نوايا حقيقية واستراتيجية دبلوماسية للذهاب إلى علاقات إيجابية مع العالم والمجتمع الدولي، نعم، عليها أن تغير جذريا استراتيجيتها، أن تتخلى عن البرنامج النووي بمعناه العسكري أو باتجاهها العسكري، وأن تخلع للشروط الدولية لرقابة هذا البرنامج، أن تتخلى عن برنامج الفلسطي، أن تتخلى عن دعم المنظمات الإرهابية، نعم، لم يبقى الوقت دكتور غازي فيصل، أعتذر على المقاطعة، أن تدور في مجال التنمية الاقتصادية وهكذا. نعم. دكتور غازي فيصل على إيران خبير العلاقات الدولية والتنمية السياسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من عمان، نعتذر عن هذه المقاطعة، لم يبقى لدينا الوقت. الشكر موصول للدكتور حسن هاشميان خبير الشؤون الإيرانية، كنت معنا عبر استديوهاتنا من واشنطن، والشكر موصول لك سيد يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية وأيضا الاقتصاد السياسي، كنت معنا عبر استديوهاتنا من باريس. مشاهدي الكرام، دعنا نخرج إلى فاصل قصير ونواصل المساء، فابقوا معنا.